محمية أرز الشوف الطبيعية هي من أكبر المحميات الطبيعية بلبنان، صارت مع 22 ضيعة المحيطين فيها محمية محيط حيوي. دورها الأساسي حماية النظام الإيكولوجي الذي يتميز بغابات الأرز واللي بتحتوي بداخلها 30% من غابات الأرز المتبقية في لبنان. القائمة الخضراء هي مقياس دولي وضعته الاتحاد الدولي لصون الطبيعة لتقييم الإدارة الفعالة للمحميات الطبيعية. الهدف الأساسي كان من أرز الشوف أنه تتقدم على الجرين ليست لنتأكد أنه نحن إدارتنا فعالة، إدارتنا عم تلعب دورة بحماية هالنظم الإيكولوجية وعم تلعب دورة بهالتفاعل اللي لازم يكون بين المحميات وكل المجتمعات المحلية الموجودة حولها. الاتحاد شكل مجموعات من الخبراء بكل منطقة من مناطق العالم، بنسميهم احنا الإيجل جروب، منوطة بأن هي تقيم الملفات بتاع الترشح بتاع المحميات. أول مرحلة كانت مرحلة السلف أسسمنت أو التقييم الذاتي، كل مؤشر كان لازم نبرهن أنه هيدا المؤشر نحنا مطابق لأعمال المحمية. حطينا وثائق كلها صارت على الموقع الكومباس، في حوالي 200 وثيقة بتبرهن أنه المحمية هي بتطابق كل هالمعايير هيدولي. هيدا كله صار بالتعاون مع المرشد تيري لوفيفر وساعدنا ببعض الأشياء اللي ما كانت واضحة. عملنا استمارة عن مواضيع بتخص المحمية، أهم الحوكمة، الحماية، التواصل والشكاوى وغيرها. هذه الاستمارة حطيناها أونلاين على الويب سايت المحمية، وكمان حطينا الكيو آر كود على المداخل المحمية، الأربع مداخل، بإمكان الزوار يلي هن كمان ستيك هولدرز بمجرد ما إنه يشوفوا هذا الكيو آر كود بتخدون على الرابط يلي هو على الاستمارة. قامت المحمية محمية أرز الشوف بتجربة كتير مهمة مع الأفرقاء اللي بتعطوا يوميا مع المحمية، اللي هي بسميها وورد كافي، وهي بتقضي أنه الأفرقاء يكونوا موزعين على طاولات مختلفة، وكل طاولة في عليها ميسر محضرين نحن أكيد الأسئلة. نحن حاليا بمرحلة التقييم الميداني، استقبلنا خبيرين من الإيجل ممبرز بالمنطقة. احنا درسنا الملف كامل في بلداننا، كل واحد في مكانه، والهدف ان احنا نيجي نشوف على الارض الواقع ما يثبت الدوكيومنتس اللي تقدمت. بهالثلاث ايام بدنا نلتقي مع اصحاب المصلحه او ذوي العلاقه اللي بتشتغل معهم المحميه، البلديات، المزارعين، السيدات اللي هن ناشطين جدا باداره برنامج التنميه الريفيه، اصحاب الخدمات، بالاضافه الى اللي في شويه تضارب باستخدام الاراضي بيننا وبينهم. التقينا كمان بفريق عمل المحميه وبالباحثين اللي هن عم يشتغلوا على الامور العلميه بالمحميه. بنخلق من خلال القائمة الخضراء جو في حافز انه يشجع المحميات او الدول نفسها ان هي تقدم وتبع على القائمة الخضراء. وبالنسبة لمحمية أرز الشوف نحن رح نضل عم نشتغل أكتر ما فينا لنضل ضمن هيدا المستوى، لنكون دايما مندرجين ضمن الجرين ليست.